أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الحشر، وبينا كيف أن الناس يحشرون بصورة طوائف مختلفة. طائفة أو طوائف من المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم، وفي المقابل هناك طوائف يلتمسون شيئا من النار، يلتمسون شيئا من النور، ويلحون على المؤمنين بقولهم انظرونا نقتبس من نوركم. ولكن يأتي النداء الرادع قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا. كل هذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة يكشف لنا حقيقة أن الأفواج من المؤمنين الذين تتناسب أعمالهم مع ذلك المصير السعيد يأتون بعالم محفوف بالرحمة واللطف والكرامة والنور من الله تبارك وتعالى. أما الفاسقون والمجرمون فإنهم يحشرون في ظلمات، يحشرون في غصة، يعض الظالم على يديه، وهكذا. الحديث الذي رويناه في نهاية المحاضرة السابقة حول الأصناف العشرة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل واحد يحشر بصورة شيء، يحشر بصورة الحيوان، القردة، الخنازير والآخرين الذين لهم جباب من نار أو من قطران وما شكل ذلك، يقودنا إلى شيء مهم جدا، وهو أن الظاهر والباطن يتصلان ويتعاونان في كل فرد من أفراد البشر. هذا من جانب المعاد، ومن جانب الاعتقاد بالمعاد له زاوية تستحق النظر إليها، ولكن من جانب التهذيب والسلوك والتأثير في تخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة والتخلص من الصفات الرذيلة له زاوية أخرى أيضا تستحق النظر. صدر المتألهين الشيرازي أو الملا صدرة، وهو من الفلاسفة الإسلاميين العظماء، يتحدث عن سر حشر الطوائف المختلفة أو أفراد مختلفين، حشرهم إلى يوم القيامة مع هذه الصور الحيوانية أو مع هذه الحالات كقردة وخنازير وحيوانات أخرى. يقول كل فرقة وكل طائفة تحشر على صورة الصفة الباطنية التي كان كل الجهد وكل السعي في الدنيا مبذولا من أجل تحصيل تلك الغاية، وجهود الإنسان تتراكم وتتضافر لتتلخص في صفة معينة. هذه الصفة المعينة هي التي تعين مصير الإنسان. وبصورة أوضح يستدل صدر المتألهين، وهو فيلسوف مفسر، يستدل بقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الشاكلة عبارة عن الطينة التي جبل عليها، ولكن الله تبارك وتعالى أعلم بمن يسلك طريق الهداية ويتفاعل مع هذا اللون من التهذيب والجهد للتخلص من الصفات الرذيلة الموجودة فيه. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلط الضوء على هذا الموضوع أكثر، حيث يقول يحشر المرء مع من أحبه، حتى أنه لو أحب أحدكم حجرا لحشر معه. ودعونا نتوقف قليلا مع هذه
العبارة الإنسان ميال في حياته إلى مجموعة من الأشياء، واحد يميل إلى النساء، واحد يميل إلى المقام والجاه، واحد يميل إلى العبادة، واحد يميل إلى ملاطفة الإخوان، واحد يميل إلى مساعدة وإغاثة الضعفاء، واحد يحب الطيور، واحد يحب جمع الطوابع، هوايات مختلفة نجدها في ناس مختلفين. تستطيع أن تحدد شخصية الفرد حسب الهواية التي هو عليها، وهذه الهواية ليست أمرا عرضيا، وإنما تتفاعل مع ذاته يوما بعد يوم وتتأصل في شخصيته، حتى كأنه يعبر عن تلك الهواية وعن تلك الملكة وعن تلك الصفة فقط. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المرء مع من أحبه. فإذا كان حبك متمحض في ذات الله تبارك وتعالى، حبك متمحض في أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حبك متمحض في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دعا إليه من الفضل والخير والثواب العميم، حبك متمحض في أولياء الله وعباده الصالحين، هذا شيء. ولما يكون حبك متمحض في نماذج أخرى أو شخصيات أخرى، في المال والثروة والجاه والسلطان والغرائز واللذائذ والشهوات الدنيوية، فيحشر المرء مع من أحب، حتى ولو أحب حجرا فإنه يحشر معه يوم القيامة. ولا أدري إن رأيتم بعض الذين تربوا في الغرب يحب حب خاص لدمية معينة، هذه الدمية قد تكون دمية أرنب أو حيوان آخر أو خنزير أو ما شابه ذلك، فحتى في أو قرد مثلا، حتى لما يدعى إلى مسابقة أو امتحان، نعم شاهدت شابا بالغا وليس طفلا يحضر إلى قاعة الامتحان، وقاعة امتحان جدية، وجايب الدمية الخاصة معه يضعها أمامه ويكتب. طيب إذا أحب هذا فهو يحشر معه، وإذا أحب الحجر فهو يحشر معه. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يحشرنا مع الطيبين، مع الصالحين، مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. لهذا لما تشاهد في الدعاء الذي تكرره في صلاة العيد، في قنوت كل ركعة من صلاة العيد، لما تكرر هذا الدعاء: اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. ونماذج من هذا القبيل توحي بأن الإنسان المؤمن الواعي يكرس كل همه وولاء وحب للذوات الطيبة الطاهرة وللأفكار السامية ولمن يحبهم الله تبارك وتعالى، فيحشر معهم. صلة هذه الملكات بالأفعال نوضحها بالشكل الآتي. إذن حين نتحدث عن الحشر وصور الحيوانات، نتحدث عن الظاهر والباطن. إنسان له شخصية ظاهرية، ولكن شخصيته الباطنية هي المهمة. وحينئذ نتحدث عن صلة المعادي بتهذيب السلوك. عرفنا بأن الإنسان سيحشر، ويحشر على الصورة الباطنة التي عليها، ليس على الصورة الظاهرة، لأن الصورة الظاهرة لا قيمة لها. حينئذ يحاول أن يهذب سلوكه ويحسن من باطنه، ولا يهتم فقط بظاهره. كيف نفسر ذلك تفسيرا مقبولا؟ نقول إن تكرار أي فعل يؤدي إلى أن يصبح ذلك الفعل ملكة، والملكة بمعنى صفة راسخة في الشخصية لا تزول بسهولة. هذه الملكة، وهي مسألة باطنية، يرمز إليها في الجانب الظاهري برمز من رموز الحيوان. إذن تكرار الفعل يؤدي إلى رسوخ تلك الملكة.
هذه الملكة هي صفة باطنية يعبر عنها بصفة ظاهرية، رمز القرد أو الكلب أو من باب المثال الخنزير أو الحيوانات المفترسة الأخرى. لفهم هذه الحقيقة أكثر نقول بأن الله تبارك وتعالى خلق أعضاء الحيوانات على حسب الدواعي والأغراض النفسانية لها، وخلق لها أعضاء من قبيل القلب، الدماغ، الكبد، الطحال، الآلات التناسلية والجوارح الأخرى لأغراض وحاجات في نفوس كل حيوان، وقد زود كل حيوان بما يناسبه من وسائل الدفاع ومن وسائل تحقيق غرضه. فهناك من زود بمخلب قوي، وهنالك من زود بأنياب قوية، وهناك من زود بعضلات قوية، وهناك من الحيوانات من زود بمنقار قوي وما شكل ذلك. فإذا القرن بالنسبة إلى البقرة، المخلب بالنسبة إلى الحيوانات المفترسة، افترض النمر أو الحيوانات المشابهة للنمر، وكذلك الجناح بالنسبة إلى الطيور، والأنياب بالنسبة إلى نوع آخر من الحيوانات، الحية والعقرب كل منها مزود بأداة أخرى، كما أننا نحن البشر طوائف مختلفة، الشاعر مزود بملكة معينة وموهبة معينة، المهندس مزود بملكة وموهبة رياضية، والفيلسوف بموهبة أخرى، والنجار والطبيب والفلاح بأدوات أخرى. كل هذه الأدوات والمواهب تؤهله لأن يصل إلى، طبعا إذا وجدت الأرضية المناسبة في تربية الإنسان، إلى المكان اللائق به. قد يكون الطفل عنده روح رياضية قوية، فكر رياضي قوي، ولكنه يحتاج إلى مدرس قوي في الرياضيات ينمي فيه هذه القابليات فيصنع منه رياضيا كبيرا، أو عالما بالرياضيات، مهندسا قديرا، عالما بالفضاء إذا كان في الهندسة الفضائية أو المجسمة أقوى من الهندسة المسطحة. قد يشاهد المعلم أو المدرس قابلية في الطفل على أن يكتب إنشاء أو ينظم بيت من الشعر فيشجع فيه هذا الخيال وهذه الموهبة فيصبح شاعر قوي. وهكذا نجد أن التلمذ على أستاذ ماهر والتدرب على يده يصنع منه يعني المواهب والطاقات الكامنة فيه تتفتح وتتفتق وتصل إلى أعلى مرحلة يمكن أن يبدع فيها. نفس الشيء نقوله بالنسبة إلى المغني، وبالنسبة إلى الذي يتدرب على الرقص، والذي يتدرب على الجمبازيات والأعمال البهلوانية. قد يشاهد معلم الرياضة أو معلمة الرياضة في المدرسة أن هذا الطفل أو هذه الطفلة إلى قابلية الانحناء في العضلات والمفاصل، فيدربون من هذه الطفلة الصغيرة إلى أن تصبح راقصة باليه قوية، أو يكون قويا في نوع آخر من الألعاب الرياضية أو الجمبازيات والبهلوانيات. مقصودي أن هناك مواهب، وهناك طاقات كامنة، وهناك استعدادات في داخل النفس تحتاج إلى ترويض، تدريب، وإعدادها إلى أن تصل إلى المرحلة العالية. نفس هذه تصدق، طبعا الحيوانات أيضا قلنا أنها مزودة بأدوات وآلات، وكل واحد مزود بما يناسبه، علما بأن المنكرين للخالق والمنكرين للميتافيزيقية يسمون هذا قانون التكيف مع البيئة، يقول لك الإنسان يتكيف مع البيئة بما يناسبه، والنمر أو الذئب أو الأسد يفترس ويتدرب ويتكيف مع البيئة بما يناسبه. لكن هذا التفسير تفسير ظاهري فقط، إنما التفسير الواقعي هو الذي نفهمه من أن كل إنسان وكل مخلوق ميسر لما خلق له، وهدية إلى شيء معين، النحلة هديت إلى حياتها الخاصة. إذن نقول إن هذه الاستعدادات الكامنة تصل إلى مرحلة الفعلية، ولكن حينما يرتكب الإنسان
عملا معينا من باب المثال، ينفق مرة واحدة، ينفق مرة ثانية، ينفق عشرات المرات ويكرر هذا الإنفاق. تكرار العمل يحدث فيه ملكة، هذه الملكة الراسخة تكون ملكة العطاء والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الملكة يعبر عنها بصورة برزخية أو بصورة باطنية برمز حيواني. كذلك حالة الجشع والطمع، الجشع يتكرر ويتكرر ويتكرر، وهذا الجشع والحرص وطلب المزيد يصبح ملكة راسخة فيه لا تزول، ولا يمكن من السهل السيطرة على هذه الملكة، وحينئذ نجد أن هذه الملكة تترجم بصورة حيوان من الحيوانات التي هي تجسم كامل ورمز للجشع. إذن هذه مسألة تربوية تربط بين الظاهر والباطن من جهة، الحشر من جهة، وبين الاعتناء بتهذيب السلوك. ولو أن الواحد منا، ولو أن الواحد منا تيسر له أن ينظر إلى داخله كما ينظر إلى خارجه، يعني أن يسلط عدسة إلى داخل وكوامن نفسه، فيجد عشرات الصفات الرذيلة من الحسد والحقد والطمع وخلف الوعد وحب الاعتداء على الآخرين والأنانية والفرار من الواجب والكسل وما شكل ذلك. والإنسان الواعي المسؤول هو الذي يحاول أن يتخلص من هذه الرذائل تدريجيا ويهذب نفسه. لماذا؟ لأنه يعرف أنه سيحشر بصورة الملكات التي استقرت فيه، وطبعا خزي يوم القيامة أن يحشر الإنسان على تلك الصفات التي هنا يستطيع أن يخفيها، ولكن هناك يوم تبلى السرائر ولا يستطيع الإنسان يخفي أي شيء من حقيقته، ولذلك وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة نظيرة، ولكن في مقابل ذلك وجوه أخرى عليها غبرة ترهقها ذلة وإلى آخر ما هناك. ننتقل الآن إلى مفردة أخرى هي مسألة حشر الحيوانات. ما معنى حشر الحيوانات؟ لأن ما دمنا نتحدث عن البعث والنشور والحشر، الحشر حشر البشر ثم حشر الحيوانات، هناك آيات وأحاديث نبدأ بقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، في سورة التكوير الآية الخامسة. ثم في آية أخرى هي الآية 38 من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن ثم إلى ربهم يحشرون يرجع إلى الدابة والطائر وكل هذه. طبعا هنا النقاط الثلاث تشير إلى أن الآية تتم، ولكن محل الشاهد إلى ربهم يحشرون. إذن وإذا الوحوش حشرت من هذا الجانب، الآية الثانية تقول الدابة والطائر وهذه كلها ثم إلى ربهم يحشرون. إذن ما من دابة، ما من شيء يدب على الأرض، وما من طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم. إذن أيضا هذه الدواب والطيور إنما هي أمم مثل ما أنتم أمة وأنتم أمم. إذن جمعيات وطوائف وفرق ومجموعات مختلفة ثم إلى ربهم يحشرون. إذن كل هؤلاء يحشرون كما أنتم تحشرون. فما هو موقفنا من وإذا الوحوش حشرت ومن قوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نشير إلى مجموعة روايات ذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء السابع صفحة 276.
من هذه الروايات يقول: الأخبار الدالة على حشرها عموما وخصوصا، يعني الحيوانات، وكون بعضها مما يكون في الجنة كثيرة، سيأتي بعضها في باب الجنة، وقد مر بعضها في باب الركبان يوم القيامة، كقولهم عليهم السلام في مانع الزكاة: تنهشه كل ذات ناب بنابها، ويطأه كل ذات ظلف بظلفها. وهذا كما يذكره العلامة المجلسي صريح في أن مانع الزكاة العقوبات اللي عليه منها أنه في يوم القيامة تنهشه كل ذات ناب بنابها. طبعا يأتي السؤال أنه هل الحيوانات هذه حشرت؟ وإذا لم تحشر فكيف تنهشه بأنيابها؟ لابد أن تكون، ثم تسلط هذه كلها على جسد ذلك المانع للزكاة. والشيخ الصدوق يروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن السكوني بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا هذا الحديث مروي في أكثر مصادر الحديث سنة وشيعة. يقول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها. افترض أنه الإبل كانت محملة بالبضاعة، اللي كان يسوق الإبل وصل إلى منطقة استراحة، في هذه المنطقة منطقة الاستراحة هو يستريح ساعة ساعتين، يشرب شاي من باب المثال ويشرب نرجيلة وياخذ راحته، ولكن المتاع موجود، الجهاز موجود على الدابة. اللي كان يريد أن يرشد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حق من حقوق الحيوان، أنه مثل ما أنت تستريح إذن تبقى ساعة أو ساعتين، نزل البضاعة هذه، نزل الحمولة من الحيوان، لأن ليست جمادا، هي تتعب أيضا، إذن وضعوا هذه الأحمال على الجمال يزيد في إرهاقها. طيب، أبصر ناقة معقولة، طبعا رابطيها معقولة وعليها جهازها، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. مروه فليستعد غدا للخصومة. إذن معنى ذلك أنه خصومة مع من؟ الجمل وصاحب الجمل. الجمل يأتي يوم القيامة ليبدي ظلامته، وبعدين يحاسب هذا لأنه الظلم الذي أورده. طيب، وهناك رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: أي بعير حج عليه 3 سنين يجعل من نعم الجنة، وروي 7 سنين. بالنسبة إلى الأضحية، حديث مشابه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التشجيع على أن تشتري يوم عيد الأضحى، تشتري أضحية أسمن وأغلى، ما تكتفي بشيء هزيل. وهذا ليش؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استفرهوا ضحاياكم، من الفارح الواسع. إذن استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط. ورواية أخرى: إن خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة، يعني الخيول التي يستعملها في الغزو في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، نفس هاي الخيل تكون خيولهم في الجنة، يستفيد منها في الجنة. هذه كلها تشير إلى وجود شيء اسمه حشر الحيوانات، وإلا لا معنى. طبعا الآية الكريمة: وإذا الوحوش حشرت، الآية الأخرى: ثم إلى ربهم يحشرون، يضاف إلى هذه الأحاديث، ولا معنى بأنه تنهش الحيوانات هذه الإنسان، أو أنه الجمل يدعى يوم القيامة للحساب مع صاحب الجمل، هو أنه يكون هذا البعير من بعير الجنة، أو اللي يساعده على الصراط، يسهل عليه عملية الانتقال من الموقف الحرج الصعب إلى الحياة. في مقابل هذا نجد هناك نظرية للفخر الرازي، وأيضا المعتزلة لهم قول بذلك. الفخر الرازي في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، يقول: قال قتادة: يحشر كل شيء،
حتى الذباب للقصاص. وهذا طبعا إنما حديث يستند إليه أو يرويه الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وطبعا لسنا بصدد مناقشة ذلك على وجه الدقة، وإنما نقول إنه من الأدلة التي تدل على أن كل الحيوانات وكل شيء كل شيء يحشر حتى الذباب للقصاص، الذباب الذي آذى شخصا أو الشخص الذي قتل الذباب، طيب إنما يحضر للقصاص. المعتزلة ماذا تقول بهذا الصدد؟ تقول المعتزلة إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ليعوضها على آلامها. طبعا هناك نظرية، نظرية اللذة والألم، وأنه ما من ألم إلا ويستحق الإنسان عليه مكافأة. طيب إذا أصيب بمرض عضال فالله سبحانه وتعالى سيعوضه عن هذا المرض في يوم القيامة بشيء من الراحة والتسهيل والتخفيف. ماذا عن الحيوانات؟ تقول المعتزلة، طبعا يروي الفخر الرازي عن المعتزلة في تفسيره الكبير، بأن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم ليعوضها على آلامها. طبعا ما من حيوان إلا وقد أصابته آلام، وأي ألم أكثر من أنها تذبح وتقدم شواء لك وأنت تأكل. كان عالم من علماء النبات أو فلسوف من فلاسفة النباتيين الذين فيجيتاريان، فكان يطلق هذه الكلمة حينما يأتون إليه بشواء، طبعا لحم مشوي وكذا يخلوه قدامه، يقول استضعفوك فأكلوك، فلم لا يأكلوا شبل الأسد؟ يعني إذا عندهم هالشجاعة هذه والبطولة هذه، خلي يأخذون الطفل الصغير أو الشبل للأسد ما شكل ويذبحوه خلي يأكلوه. ولكن شافوا هذا الحيوان الوديع هذا الحمل أو الغنم ما شكل، وبعدين أو الشات، وذبحوها وأكلوها. وعلى كل فهذا ألم يتوجه بالنسبة إلى هذه الحيوانات، الله تبارك وتعالى يعوضها عن هذه الآلام. هذه نظرية المعتزلة، ليعوضها على آلامها التي وصلت إليها في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك. طيب فإذا عوضت عن تلك الآلام، هذه الآلام تحملتها، حصلت الكومبنسيشن التعويض هذا، فإن شاء الله أن يبقي بعضها في الجنة إذا كان مستحسنا فعل، وإن شاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر. ثم ينهي كلامه بقوله وأما أصحابنا، وطبعا يشير إلى الأشاعرة، فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم الاستحقاق. طبعا نعرف هذا عن مذهب الأشعري، أنه لا يجب على الله شيء، ولكن الله تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجماء من القرناء. وطبعا هذه موجودة في مجموعة من الروايات، الجماء اللي ما عنده قرن، القرناء اللي عنده قرن. فإذا عنده عنزة ما عنده قرن وعنزة أخرى عنده قرن وتناطحة، فبطبيعة الحال اللي عندها قرن راح تجرح أو راح تاذي أو تنطح نطحة قوية. لمن؟ للعجماء التي لا قرن لها. زين هذه ماكو محكمة شو اسمه تحاسبهم على هالقضية هذه. يوم القيامة يقتص للجماء اللي ما عنده قرن من القرناء، ها، وثم يقال لها موتي فتموت، حتى يمنعون مسألة الخلد أو الخلود في العذاب أو في النار أو في الجنة مثلا، باعتبار أنه الخلود إنما هي من خواص الحركة التكاملية للإنسان، وهذا لا يمكن أن يتحقق للحيوانات. إذن نعود إلى سؤالنا، ماذا يعني حشر الحيوانات؟ من جهة نجد هذه الآيات، نجد هذه الروايات، نجد الفخر الرازي، نجد المعتزلة، ها، وهذه كلها تشير إلى أن الحيوانات أيضا لها نصيب من هذا الحشر. قسم منهم استغلق عليهم الأمر فقالوا بأن علم هذا عند الله تبارك وتعالى ولا نستطيع أن نعرف شيئا عنه، وهذا كان هو الجواب البسيط الذي يجيبون عليه. لكن من الناحية العقلية صدر المتألهين الشيرازي يشير
إلى رمز جيد جدا. يقول: لكل شيء غاية يسعى إليها، والحركة باتجاه تلك الغاية هو الكمال المطلوب والأمر الغريزي والجبلي لكل مخلوق، وبهذا لا يكون تعطيل في الخلق، يعني ما يكون عبث، ما يكون شيء خلق عبثا ولغوا. الحيوانات حينما تموت تكون قد وصلت إلى كمالها اللائق بها، أما الروح الحيوانية فقد وصلت إلى غاية الغايات، وهو المقصود من حشر الحيوانات. وقبل أن نحلل هل معنى هذا، ننتقل إلى أدلة المنكرين لحشر الحيوانات. الذين ينكرون حشر الحيوانات لهم مناقشة حول ما تقدم. المناقشة الأولى تقول بأن الحشر في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، بمعنى الجمع، ونتيجة لذلك وإذا الوحوش حشرت الآية تشير إلى أشراط الساعة، يعني المقدمات والمحن والأهوال التي تسبق يوم القيامة، واللي تحدثنا عنها سابقا من قبيل الزلزال، من قبيل أن الجبال تنسف وأن العهن المنفوش والبحار تسجر وما شاكل ذلك. فالآية تشير إلى أشراط الساعة، ما لها ربط بيوم القيامة والحشر. أعيدهم تعليق ثاني حول الروايات، يقولون أن هذه روايات آحاد ولا تثبت بها عقيدة. العقائد ما ممكن أن نثبتها بروايات آحاد، لابد تكون إما بأدلة قطعية أو متواترة، روايات متواترة أو دليل عقلي لا مجال للمناقشة فيه. فيما يتعلق بالدليل العقلي، يقولون أنه الدليل العقلي على الحشر بالنسبة للحيوانات مقبول فيما لو كانت ذات عقل وإرادة واختيار. فماذا رأيكم حول هذه المناقشات؟ إذن المناقشة الأولى تستند إلى أن كلمة الحشر بمعنى الجمع، طبعا ذكر ذلك في مجمع البيان للطبرسي الجزء العاشر، وهناك في قاموس القرآن وأقرب الموارد بمناسبة كلمة الحشر، أقرب الموارد كتاب في اللغة. طيب، تشير هذه المصادر إلى أن المقصود من الحشر الجمع. إذن وإذا الوحوش حشرت، يعني اليوم التي تجمع الوحوش من على وجه الكرة الأرضية، وإذا هذه إشارة إلى أشراط الساعة. وأما إذا أصررتم على أن يكون الحشر بمعنى الحشر الذي أنتم فهمتموه، فيقولون بالمقصود هو من حشر الوحوش، وإذا الوحوش حشرت يعني إذا الناس حشروا ولكن بما صفاتهم الباطنية هي صفات وحوش، كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل، فإذا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وهؤلاء يأتون بصورة الطباع والخصال التي في الحيوانات المختلفة فيحشرون بموجبها. هذه هي التي تسهل عملية فهم حشر الحيوانات. وطبعا المناقشة الثانية هي فيما يتعلق بالآحاد، وهذا بحث مفصل عندنا، بأنه على فر وجدنا روايات تثبت شيئا، فهذه إذا كانت رواية آحاد نستطيع أن نثبت بها مسألة اعتقادية أو لا. مثلا بعض الروايات بها أن الذئب الذي أكل يوسف، أو الذئب الذي الذئب الذي أكل يوسف سيحشر يوم القيامة، في حين نعلم أنه لم يكن هناك ذئب نهائيا. الذئب اللي اتهم، أو القصة الملفقة عن الذئب الذي أكل يوسف، إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبوهم قالوا أن الذئب أكل أخانا وإحنا ما ندري، وجاءوا أباهم بدم، بقميص عليه دم، ودعوا كذبا وزورا، لفقوا لهم قضية، وفي الحقيقة أنه لم يكن شيء من هذا القبيل، لم يكن هناك ذئب. فما معنى أن بعض الروايات تقول أن حتى الذئب اللي أكل يوسف مثلا
أو الذئب في قصة يوسف سيحشر، إلا أن يكون المراد بأن الذئب الذي اتهم زورا وعدوانا بأنه قد أكل في حين أنه لم يأكل، فيأتي ليحاسب إخوة يوسف. قضايا من هذا القبيل باعتبار أخبارها تضعف الاعتماد على رواية. وأخيرا، بما أن الحيوانات ليست ذات إرادة، ليست ذات اختيار، ليست ذات شعور، فما معنى القصاص؟ يعني الجماء والقرناء يجيبوهم، هذه السخلة تنطح ذيك، وعلى أساس إنما العقاب يترتب على الإرادة والاختيار. إذا كان شيء لا يملك اختيارا، فمن باب المثال جدار يقع على جدار، أو حيوان يقع على حيوان آخر، أو حيوانين يتناطحان، فأين محل القصاص من ذلك؟ القصاص إنما هو عقوبة على فعل اختياري، على أمر عرفه، على أمر قصده، وهذا ما يكون من هذا القبيل. طبعا هناك إجابة للعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه، ولها صلة بإجابة صدر المتألهين. نحن نرجع التوضيح والتفصيل في هذه الإجابة عن السؤال حول حشر الحيوانات إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، لننتقل بعدها إلى سؤال مهم جدا، وهو أننا نحشر في أي بدن من الأبدان التي مرت علينا. هل نحشر بالبدن الذي كنا به طفلا، البدن الذي كنا معه شابا، البدن الذي صاحبنا إلى اللحظة الأخيرة من الحياة ودفن؟ وهذا يستدعي الإشارة إلى شبهة الآكل والمأكول، وإلى أن نتحدث عن هاتين الفقرتين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.